الحي اللي تم فيه إجراءات تبديل الحوايا من مكشوفة إلى تحت الأرض. الحمد لله رب العالمين، لاحظنا الفرق كثير كثير. يعني اولا كنا نشوف اكياس القمامه معبايه الشارع وحوالي الحاوي القديمه، هلا الحاوي القديمه عباره عن مستطيل منقام على هالرصيف ومنظره كثير كثير حلو. فكره ناجحه ونتمنى تتعمى مع كل البلد. يعني هي فكره حلوه، كان يعني هالفكره انه كانت الزباله فوق الارض صارت تحت الارض.